عليكم ورحمة الله متابعين الأعزاء، كنتمنى تكونوا بألف خير. اليوم وصفتنا إن شاء الله غادي تكون هي نوع من أنواع المكرونة، وهي لازانيا، لازانيا باللحم. قبل ما نبدأ بالمكونات، إذا كنتم أول مرة كتشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على الزر المربع الأحمر سبسكرايب وتفعيل الجرس باش توصلوا بكل جديد. ونمروا الى المكونات. الى نصف كيلو من اللحم المفروم، والى حبة بصل مكعبات، ثلاث فصوص من الثوم، الى كوب من البازيلا اي جلبانة، الى نصف كوب من جبنة الموتزاريلا، وكذلك الى نصف كوب من جبنة القشقوان، علبة من الذرة، وكذلك الى الطماطم، الريحان، والى الزعتر والملح حسب الرغبة، كذلك الى الفلفل الاسود ملعقة صغيرة من الكزبرة، والى معجون طماطم ملعقتين معجون طماطم، والى المكرونة. نحتاج بالنسبة لخلطة البشاميل نحتاج الى نصف لتر من الحليب. نستخدم خلطة البشاميل الجاهزة عندي. ونمر الى كيفية التحضير. زيت الزيتون، البصل، بعد ما يذبل البصل نزيد عليه الثوم، من بعد ما كيتغير لنا لون الكفتة كيصبح على هذا الشكل البازيلا اي جلبانة. نزيد معجون الطماطم ملعقتين، ونزيد الطماطم، بهارات الفلفل الأسود ملعقة فلفل أسود وملعقة كزبرة ناشفة، نزيد عليها كأس من الماء ونغلقوا عليها ونخليوها تقريبا من 10 دقائق حتى ربع ساعة. بالنسبة لطريقة تحضير البشاميل، كنوضعوا الحليب في كاسرولة، كنزيدوا عليها الكيس أو الظرف ديال خلطة البشاميل الجاهزة، الحليب كيكون بارد، وكنستمروا في التخليط كنخلطوا. بمجرد فاش كنشوفوا بانها بدات كتصير سميكه كنزيدوا جبنه القشقوان. بالنسبه للجبن يعني ممكن تستخدموا اي نوع جبن عندكم توفر. مجرد كيدوب لينا الجبن صافي كنزولو البشاميل من على النار، وكيصبح بهذه الطريقه عندنا جاهز دور اللازانيا. بالنسبه لهذا النوع ديال اللازانيا يعني هي كتستخدم مباشره، ما كتحتاجش نسلقوها. وانتم كذلك بالنسبه بغيو يعني تستخدموا التعليمات المكتوبه على العلبه وشوفوا اذا هي كتحتاج السلق ولا كتستخدم مباشره. قبل كنوضع كمية من الصلصة، نزيد طبقة ديال كفتة، كفتة وصلصة الطماطم، ما
صوص البشاميل نوزعوها في الفوق على الوجه. نرش من فوق جبنة الموتزاريلا. ندخلوا على الفرن مسبق تسخين على درجة حرارة 200 لمدة 20 دقيقة. وهذا هو شكل اللازانيا من بعد ما خرجتها من الفرن، كتجي على هذا الشكل. وهذه كانت هي وصفة اليوم، كنتمنى تكون أعجبتكم الوصفة. وإذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم وكذلك تعليقاتكم. إذا عندكم أي استفسار أو أي وصفة معينة حابين نوجدها لكم كتبوها لي في التعليق، وأنا إن شاء الله جاهزة باش نرد على أي سؤال أو أي استفسار. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. إلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله، في رعاية الله.